أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أعلنت البنوك في العاصمة المؤقتة عدن إيقاف إضرابها مقابل تقديم السلطات الأمنية في المدينة ضمانات بتجديد الأمن وحماية مقرات المصارف والمؤسسات المالية على وجه الخصوص. وكانت معظم البنوك في عدن قد أعلنت التوقف عن تقديم خدماتها احتجاجا على اقتحام عصابة ترتدي الزي العسكري لمقر البنك الأهلي. في هذه الحلقة نتوقف عند هذا الخبر لنناقش تداعيات التدهور الأمني في عدن وتأثيره على فرص استعادة المؤسسات في العاصمة المؤقتة. بعد أن كانت الأوضاع في طريقها للتطبيع وعودة الحياة في العاصمة المؤقتة عدن مع تراجع العمليات الإرهابية وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الأوضاع بشكل أفضل، جاءت عملية اقتحام البنك الأهلي لتعيد الملف الأمني في العاصمة المؤقتة إلى الواجهة. هذه العملية التي استهدفت نهب خزينة البنك تزامنت مع عملية تخريبية استهدفت خطوط نقل التيار الكهربائي بين اللحج وعدن، وهي المرة الأولى تقريبا التي تظهر فيها مثل هذه الأعمال، وهو ما أثار تساؤلات عن خلفية هذه الأعمال التخريبية التي تأتي في ظل تصاعد الأزمة السياسية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. نبدأ النقاش في موضوع هذه الحلقة بعد أن نشاهد التقرير التالي حول الموضوع للزميل أسامة القطيبي. بعد إعلان البنوك التجارية في عدن الإضراب الشامل نتيجة حادثة اقتحام البنك الأهلي في المنصورة، عقد نائب وزير الداخلية اللواء ناصر لخشع اجتماعا أمنيا مع مدراء البنوك التجارية في عدن. نتج عن الاجتماع إيقاف الإضراب من قبل البنوك مقابل تقديم السلطات ضمانات بتشديد القبضة الأمنية وخصوصا أمام مقرات البنوك والمصارف المالية. إدارة أمن عدن نشرت في صفحتها على فيسبوك بيانا قالت فيه إنها ألقت القبض على العصابة التي اقتحمت البنك الأهلي، وحتى الآن لم تظهر أي صور لأفراد العصابة في قبضة الأمن. جريمة اقتحام البنك الأهلي من قبل مسلحين يرتدون بالذات عسكرية هزت مدينة عدن، كونها مؤشرا خطيرا يشير لأحد احتمالين، إما أن هذه الأجهزة مخترقة من قبل العصابات أو أن جزءا من هذه الأجهزة أصبح يعمل كعصابات خارج القانون. تعود هذه الاختلالات الأمنية الظهور بعد أن شهدت العاصمة المؤقتة عدن تحسنا كبيرا في الملف الأمني خلال الأشهر الماضية. الاعتداء على خطوط الكهرباء قضية جديدة تضاف إلى ملف الاختلالات الأمنية في المحافظات الجنوبية، حيث تعرضت خطوط نقل الكهرباء ما بين عدن ولحج لاعتداءات من قبل مجهولين، ما أدى إلى غرق عدن في الظلام لساعات طويلة. يتساءل كثيرون ما إذا كانت التجاذبات السياسية في الجنوب بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي يمكن أن تؤثر سلبا على مصالح المواطنين، فالمواطن الذي ذاق الويلات جراء حرب الحوثي وصالح لم يعد بإمكانه أن يصبح ورقة ابتزاز من قبل من جاءوا بعدها. نبدأ النقاش مع ضيفنا من عدن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور محمد حلبوب. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. اليوم كان لكم اجتماع مع نائب وزير الداخلية اللواء ناصر لخشع، لو تطلعنا في البداية على ما جرى في هذا الاجتماع. في صباح هذا اليوم وبطلب من رئيس الوزراء تم عقد لقاء بين ممثلي البنوك التجارية والإسلامية في عدن مع نائب وزير الداخلية ونائب وزير المالية والقائم بأعمال محافظة البنك المركزي في مقر البنك المركزي. في هذا اللقاء أعلن وصرح نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع بأن تقدم جوهري في التحقيق تمثل في اللقاء القبض على عناصر أساسية من العصابة الإرهابية. كذلك في هذا اللقاء اتفقنا على آلية لحماية البنوك والمصارف، واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ هذه الآلية، وبهذا تم إنهاء الإضراب الذي أعلنته البنوك يوم أمس الموافق تاريخ 16 يوليو. وخاطبنا وطالبنا أيضا الصرافين والمؤسسات المصرفية الأخرى بأن ترفع الإضراب كذلك، بناء على تلمسنا بأن هذه الإجراءات جادة وأن هذه الأخبار كانت حقيقية. طيب الآن ما قدم لكم هي وعود أم بدأت على مستوى الأفعال؟ هل قدمت لكم ضمانات معينة ربما فيما يخص تكثيف حفظ الأمن أمام وفي حوالي مقرات البنوك؟
تم تقديم يعني ورقة عمل وآلية ومقترحات هي من الجانبين، يعني هناك إجراءات سوف يتم الاتفاق على تفاصيلها من الطرفين. هذه الإجراءات لو تم تنفيذها من قبل الطرفين سوف تضمن الأمن للمصارف والبنوك، وسوف أيضا تساعد على استتباب الأمن في محافظة عدن. طيب. أما بخصوص الإصابة فقد تأكد لنا باعتقاد. طيب قبل أن ندخل في تفاصيل العصابة فقط لو تضعنا أمام تفاصيل أكثر حول ما يخص المطالب، تقول أن هناك مطالب من الطرفين، يعني كأنه هناك التزامات من قبل البنوك يجب الإيفاء بها وأيضا من قبل الأجهزة الأمنية، هكذا فهمتنا؟ نعم، هناك التزامات من قبل الطرفين يجب أن يتم تطبيقها بحيث تكون هناك آلية إنذار مبكر وإجراءات سريعة من قبل وزارة الداخلية يقابلها من طرف البنوك، يعني إشارات أو سرعة إعلان النقدة والربط الإلكتروني والإنذار المبكر من قبل البنوك التي أعلنت بأنها سوف تلتزم بهذه الإجراءات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى يعني تخص الخزنات وتخص سلامة الأفراد والموظفين وغيرها. طيب أشرك معنا من عدن المحلل السياسي خالد اللبود. أستاذ خالد، أستاذ خالد، ألو أستاذ خالد، إذا استمعت لحديث الدكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي شرح حول ما حدث اليوم في الاجتماع مع نائب وزير الداخلية، وبناء على ذلك تم رفع الإضراب في البنوك التجارية في عدن، هل تقرأ في ما حدث اليوم ونتاج هذا الاجتماع أنه ربما هناك مؤشر يدل على تحسن ما وقف نزيف الاختلالات الأمنية الموجودة داخل العاصمة المؤقتة؟ مع الأسف أنه الأجهزة الأمنية تعاملت مع موضوع قضية البنك بموضوع منفصل وليس كقضية أمنية عامة، يعني سبق وأن حصلت أكثر من حادثة لمركز الكريم للصرافة وفي رمضان الماضي للعمقي للصرافة، واليوم في الخميس الماضي كان للبنك الأهلي. ما يحدث هو سوء في إدارة الأجهزة الأمنية. نعلم أن هناك هيكل للجهاز الأمني في عدن، هيكل متكامل كان يعمل ما قبل 2015. هذا الهيكل الأفراد لا زالوا موجودين يستلموا رواتبهم في البيوت. اليوم من هم موجودين في أقسام الشرطة، من يقوموا بالتحقيق، هم ناس غير مختصين، ناس لم يتأهلوا ليكونوا رجال أمن. طبعا العملية الأمنية الداخلية تمر مرحلتين، مرحلة المهاجمة والقبض ثم مرحلة التحقيق. حتى وإن نجحنا في مرحلة المداهمة والقبض على المجرمين أو مرحلة التحقيق معهم لمكافحة الجريمة وليس لمحاربتها فقط، مكافحتها عدم حدوثها، هذا الموضوع غير وارد في سياسة الأجهزة الأمنية. مع الأسف الناس المتخصصين في هذا الموضوع بعيدين عن العمل، والذي يمارس العمل مش مختصين في الموضوع الأمني. هذه نقطة. النقطة الثانية موضوع المفاوضات اللي حدثت بين البنك وبين نقابة البنك وبين الحكومة حصرت الموضوع في هذا الأمر. يعني اليوم الأجهزة الأمنية ستقوم بتوفير الحماية وتوفير لهذه البنوك بحسب التفاوض، ولكن ماذا عن الآخرين؟ نحن نعلم أن هناك تجار، أن هناك من تعرضوا لعمليات اعتدال، لعمليات نهب، لعمليات في نفس المساحة، في نفس الموقع، في نفس المحافظة. ما نحتاج هو تفعيل. هذا واضح. أعود لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي دكتور محمد حلبوب. دكتور محمد، في الاجتماع اليوم أيضا نائب وزير الداخلية قلت أطلعكم على تفاصيل ما تم من تحقيقات وإلقاء القبض على بعض من أفراد العصابة، بعض الأفراد الرئيسيين، ما هي التفاصيل لديك حول هذا الموضوع؟ أستطيع أن أقول بأن وزارة الداخلية وقيادة أمن محافظة عدن قد نجحت في الامتحان الذي تعرضت له
والذي تسبب في ضغوط إعلامية هائلة أدت إلى وصولهم بمساعدة قوية ومن المجتمع. الإعلام لعب دور كبير في أنه جند المجتمع بالكامل لخدمة الأجهزة الأمنية. وبهذا المناسبة نشكر الإعلام شكر جزيل، كان في القنوات وقناة بلقيس بالذات، وكذلك في الفيسبوك وأيضا في المواقع. هذا الإعلام الذي ساعد الأجهزة الأمنية وضغط عليها في نفس اللحظة، مما حركها وحفزها للوصول إلى هذه النتائج. هذه النتائج لم تكن أن تتحقق لولا ضغوط الإعلام ولولا مساعدة الإعلام ولولا تعاون المجتمع. تقصد بضغط الإعلام على الأجهزة الأمنية والمسؤولين حينما نشرتم أنتم مقطع الفيديو وتناقلته وسائل الإعلام، هذا شكل ضغط على الأجهزة الأمنية وبالتالي تم الوصول إلى النتائج التي أطلعكم عليها نائب وزير الداخلية، وما هي هذه النتائج؟ النتائج هي إلقاء القبض على عدد من عناصر هذه العصابة، يعني وقد تأكد لنا صحة هذه المعلومات. وهذه العناصر بكل أسف أستطيع أن أقول وأصرح بأن عدد كبير منها كانوا مقاتلين في المخا واستخدموا الأسلحة والتدريب الذي تحصلوا عليه لاستخدامه استخدام سلبي. هؤلاء الآن تم القبض عليهم، هناك البعض لا يزال هارب، ولكن نحن على ثقة بأنه بتعاون الجميع، بتعاون الإعلام وبتعاون المجتمع وبنشاط وزارة الداخلية وبمنح وزارة الداخلية المزيد من نفقات التشغيل، المزيد من التقنيات الحديثة، سوف يستطيعون الوصول واستتباب الأمن في محافظة عدن وفي المناطق المحررة بشكل عام. طيب بالنسبة لمخاطر هذه الجرائم مثل ما حصل في البنك الأهلي قبل يومين، ما مخاطر ذلك على حركة الاقتصاد الوطني خصوصا أن البنك المركزي حاليا موجود في العاصمة المؤقتة؟ طبعا لهذه الجرائم تأثير سلبي كبير جدا على الحركة الاقتصادية، على يعني الوضع الاقتصادي بشكل عام، على الاستقرار الاقتصادي، على التوازن المالي، على كل الجوانب الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى تأثيرها الإنساني، تأثيرها الاجتماعي، تأثيرها البشري. يعني هذه القضايا هي تخص حياة الإنسان، وحياة الإنسان هي أولى الأولويات، ما بالك أما بخصوص الوضع الاقتصادي فإن تأثيرها كارثي، ليس فقط بسبب أن البنك المركزي موجود في العاصمة عدن، لا بل أن هذا امتحان للشرعية في مدى قدرتها على ضبط الأمن والاستقرار في المناطق المحررة. هذا امتحان قاسي جدا، لكن أنا على ثقة بعد أن شاهدنا وما رأينا ما حصل أنه الأجهزة الأمنية قادرة فيما لو توفر لها بعض الشروط البسيطة وبعض الضغوطات اللازمة فإنها ستصل إلى نتائج إيجابية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، كنت معنا من عدن. أعود لضيفي المحلل السياسي خالد اللبود من عدن. أستاذ خالد، أنت طرحت فكرة أنه ربما هناك اختلال داخل أداء الأجهزة الأمنية في المراحل المختلفة لضبط والحد من الجرائم، في المقابل هناك من يتفق مع ما طرحه الدكتور محمد حلبوب أن هناك إنجاز تقوم به الأجهزة الأمنية، وهو استشهد بما حدث في الحادثة الأخيرة وإلقاء القبض على بعض من أفراد العصابة، ما تم وأعلن عنه نائب وزير الداخلية لهم في الاجتماع اليوم، كيف تقرأ هذا التطور وتأثيره على ضبط الوضع داخل العاصمة المؤقتة عدن؟ طبعا لا يمكن أن ننكر على الإخوة في الأجهزة الأمنية ما حققوه من إنجاز، وإحنا سبق من قبل في اتصالات سابقة معكم وأن نتقدم لهم دائما بالشكر لما يقوموا به من جهد كبير، ولكن هناك في العمل هناك ترتيبات، خطوات لازم تترتب. هناك نقطة مهمة جدا نتجاهلها جميعا ويتجاهلها حتى الإخوة في الحكومة
يوجد لدينا في عدن بيئة مدنية قابلة للدولة. عندما نلاحظ مثلا ما حدث من مشكلة مع الإخوة في شرطة المرور قبل في 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 جائزة العيد، حصلت مشكلة وشفنا كيف كان التفاعل الشعبي مع هذا الحادثة، كيف كان الرفض الشعبي لسلوك مثل هذا وكيف وقفوا إلى جانب الدولة. ما حدث من انتهاك لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في خور مكسر، كيف وقف الناس المجتمع كامل ضد هذا السلوك وحاولوا أن يحاربوا. يوجد لدينا مجتمع قابل لإيجاد الدولة. ما الذي المشكلة عندنا هي أننا لا نستفيد من، يعني أنا أتحدث يعني أوجه كلامي إلى الدولة، إلى 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 الحكومة، إلى الإخوة في الأمن، إنه يجب أن نستفيد من هذه الميزات لفرض سلطة الدولة، لفرض الأمن. الاختلالات الأمنية ليست مجرد حادثة تحدث هنا أو هنا، الاختلالات التي تحدث اليوم أكبر من ذلك. أن نتحدث عن قبض على عصابة ارتكبت أكثر من حادثة، مع أنه هناك يمكن أن يكون غيرها، يمكن أن يكون هناك أكثر من، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن ننكر على الإخوة في الأمن أنهم يقوموا بجهود كبيرة جدا، خاصة ونحن نعلم أن كثير منهم لم يتلقوا تدريبات وتأهيلات في هذا المجال. طيب يمكن أن يكون مسألة، طيب ضمن الحوادث التي حصلت مثلا استهداف خطوط الكهرباء بين عدن ولحج، إلى ماذا يشير ذلك من وجهة نظرك؟ هذه حادثة غريبة ربما وأولى في عدن. طبعا استهداف خطوط الكهرباء موضوع تخريبي وليس موضوع أمني، يعني الموضوع هنا الهدف منه الإساءة فقط، لا يهدف إلى ارتكاب جريمة فعلية. ما يحدث هنا، هل هو عمل فردي أم منظم ربما تقف لا يمكن أن يكون، طبعا لا يمكن أن يكون عمل فردي إطلاقا. هنا نعود إلى النقطة الأولى التي ذكرناها في البداية، هي دور الأجهزة الأمنية في أكثر من جهة، إنه يجب أن تكون هناك خطوات، يجب أن تكون هناك تحري، يجب أن يكون هناك باحث، يجب أن يكون هناك تحقيق لمتابعة هذه الجرائم، متابعة المؤشرات لها، من أين أتت، كيف أتت، كيف يتم متابعة المتسببين بها، كيف يتم التوصل إليهم، كيف يتم معاقبتهم، كيف يتم. بدون هذا سوف نقوم بمعالجة هذه المشكلة ثم تتكرر مرة أخرى ومرة ثالثة. طالما لم نعالج الأساس، لم نعالج ما هي، من المتسبب، من المخطط، من المدبر لهذه المشكلة، كيف جاءت، كيف من أين أتت المشكلة، يجب أن يتم الوصول إلى مصدر هذا التخريب، كيف يمكن أكيد الوصول إليه. لا يستطيع أحد أستاذ خالد، لا يستطيع أحد إنكار التحسن الأمني الذي شهدته العاصمة المؤقتة مؤخرا، لكن بعودة الحوادث الأخيرة ربما الآن يبرز سؤال عن هل التجاذبات السياسية الحاصلة الآن بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي هل يمكن أن تضع بعض التأثيرات على الوضع في عدن والجنوب بشكل عام؟ التجاذب السياسي بين المجلس الانتقالي والحكومة بكل ما يظهر فيه من وجه سلبي يحاول الكثير أن يسقط عليه، نحن نرى أنه فيه شيء من الإيجابية. يعني أصبح اليوم هناك شيء من القبول بالآخر، حتى وإن كان على مضض أصبح هناك صوت وصوت آخر بغض النظر عن اختلافاتنا. مسألة أن يكون المجلس هذا يعمل في اتجاه غير اتجاه الشرعية هذا موضوع آخر، ولكن نحن نتحدث عن المجلس الانتقالي كمجلس سياسي موجود يحاول أن يتبنى القضية الجنوبية يمثلها، وهذا من حقه طبعا، لا يمكن لأي أحد أن يعترض عليه. وهنا يكون حديثنا عن الديمقراطية مرتبط بممارستنا لها. يعني لا نتحدث عن الديمقراطية ثم عندما يأتي جناح سياسي يحاول أن يمارس الديمقراطية بشكل ما نرفض ذلك. هذا الكلام يجب أن يتم بشكل طبيعي، إلا أن يكون خارج وسائل الديمقراطية، هنا يكون الموضوع موضوع آخر. إنما مسألة تأثيره على الوضع الأمني أعتقد أنه أمر مستوعب جدا. نحن نعلم أن الأخ مدير الأمن الذي نرسل له عبركم كل الشكر والتقدير شلال علي شايع هو قريب جدا من الإخوة في المجلس الانتقالي، ورغم هذا فإنه لم يتوانى أبدا في الحفاظ على الأمن، ولم نجد أي فارق بين ممارسته للأمن ما قبل 27 أبريل 2017 وما بعدها، وهذا الأمر يحسب له ولا يحسب عليه. طيب ونحن نتحدث عن الاختلالات الأمنية الحاصلة وهذه الحوادث، إذا ما أردنا البحث قليلا في خلفياتها،
طبعا بالنسبه للموضوع المواضيع التخريبيه قد تكون مرتبطه بامور سياسيه تخدم اطراف معينه، وقد يكون المستفيد الاول منها هو الانقلاب في صنعاء وليس طرف من اطراف الخلاف في عدن. بالنسبه لموضوع الجريمه فنعلم احنا انه موجود مثلا ممكن تكون في الفتره اللي مرت الفتره الماضيه خلال السنتين التي مرت هناك كثير ممن تم تهريبهم من السجون في اثناء دخول الحوثيين الى عدن، حصلت مشاكل في اقسام الشرطه، هربوا كثير من الذي كانوا مسجونين من الذي، وهؤلاء اليوم هم احرار ويمكن ان يمارسوا الجريمه بشكل او باخر. وهنا ياتي دور ما اشرنا اليه سابقا، دور التحري، دور البحث عن المشتبه بهم في هذه الجرائم دور. لهذا فالامر محتاج الى بالاضافه الى اراده الاجهزه الامنيه يحتاج الى مقدرتها على العمل، مقدرتها مرتبطه بامكانياتها الماديه وامكانياتها المعنويه والعلميه. هنا نحن بحاجه الى تاهيل كثير من هم اليوم مسؤولين على الاجهزه الامنيه. اليوم نعلم انه واعتقد انه الاخ عيدروس الزبيدي ذكر مره في لقاء في الغد المشرق في قناة غد المشرق قال انه لا يوجد لدينا قسم شرطه في عدن. هذا الموضوع يوضع تحت الخط احمر، يعني من هم موجودين اليوم في اقسام الشرطه لا يمثلون النهج الامني للدوله لحمايه المواطن ومصلحه المواطن. هنا تاتي ملاحظه مهمه جدا، بعد تحرير عدن في 2015 توجهت اكثر من 3 دفع لاخذ دورات امنيه كانت حسب ما اذكر في اريتريا وفي جيبوتي. هؤلاء الافراد كان من المفترض ان يستفاد منهم ويعادوا الى اقسام الشرطه والاداره العامه ليقوموا بدورهم. طيب شكرا جزيلا لك استاذ خالد لبود المحلل السياسي، كنت معنا من عدن، وينضم الينا ايضا من عدن الصحفي الزميل الصحفي صلاح السقلدي. اهلا بك اخ صلاح. اهلا وسهلا، مساء الخير للساده المشاهدين جميعا. نحن نبدأ بتعليقك حول تأثيرات التجاذبات السياسية الحاصلة في العاصمة المؤقتة وتأثيرها على الملف الأمني وتطبيع الأوضاع في عدن. نعم، لا شك أن الوضع الأمني المضطرب في عدن هو انعكاس للوضع السياسي الذي تغيب عنه الرؤية أو التسوية السياسية في الأفق القريب. فما يدور في عدن هو صراع قوى سياسية بأيادي أمنية، هذا لا يحتمل أي جدال فيه، وبالتالي فالتسوية السياسية هي المدخل الأساسي والرئيسي لحل جميع المسائل المتعلقة وبالذات الجانب الأمني الذي يعتبر هو محور ركيزة أي دولة وأي تسوية سياسية قادمة. يعني أنت كأنك ترجع ما يحدث الآن لما يحصل من أزمة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، يعني كأنهم هم المتسببين فيما يحدث الآن؟ ليس هؤلاء فقط، ولكن في الجنوب وفي عدن تحديدا اللاعبون كثر، يعني لاعبون إقليميين ولاعبون يمنيين ولاعبون جنوبيين كثيرين، وبالتالي فما يدور اليوم هو صراع سياسي اقتصادي على النفوذ داخل عدن وداخل الجنوب وداخل اليمن عموما. فهذا لا اعتقد انه يجادل فيه كثير من الناس. التسوية السياسية هي المدخل لتجاوز اي اختلالات امنيه. فعدن والجنوب منذ بدايه الحرب دخلت فيه كثير من القوى الاقليميه، ولكل قوى اقليميه ويمنيه لها مشاريعها ولا ماربها ولها اغراضها السياسيه، وجميع هذه تتقاطع مع بعضها وتتفق احيانا. ولكن بالتالي انا ارى ان ما يدور وحتى العمليات التي تظهر مظهر على انها مظهر عصابات لا استبعد ان تكون هناك يعني خفيه سياسيه تلعب من وراء الحجر. طيب السيناريوهات التي تتوقعها كنتيجه لما يحدث الان من صراع وتجاذب مؤسسات وأركان الدولة داخل عدن، الأفق السياسي مسدود، وفي تقديري أن الوضع الأمني كما من خلال ما نشاهده اليوم بأنه لا يبشر بأي تحسن كامل، ولو أن هناك في خطوات أمنية تقوم بها أجهزة الأمن وآخرها كان القبض على العصابة التي اقتحمت
احد البنوك في العاصمه عدن، ولكن هذا الجهود هي اقل بكثير من طاقاتها ومن التحدي الذي يواجهها. فكثير من العصابات، اضف الى ذلك ان الوضع الاقتصادي والفقر والانتشار المجاعه والبطاله، وكثير من الشباب جنحوا الى كثير من الوسائل، ومنها وسائل العصابات والسطو والقتل. طيب، ضمن التطورات الحاصله في قضيه البنك الاهلي، نائب وزير الداخليه اطلع اليوم مدراء البنوك وممثليهم في اجتماع كان لهم اليوم في البنك المركزي عن ضبط بعض من افراد هذه العصابه، والان التحقيقات مستمره، ويقال ان هناك بعض المصادر تحدثت عن ان ربما يعقد مؤتمر صحفي خلال يومين للكشف عن نتائج هذه التحقيقات. بالنسبه لك، اهميه ما سيتم الكشف عنه في هذه القضيه؟ نتمنى ان تكون هذه القضيه هي اخر القضايا، ولكن من سابق كثير من القضايا مشابهه، ومنها اغتيال كثير من الرموز الدينيه والسياسيه والثوريه في الجنوب. اعلن عن انه تم هناك القبض على كثير من الجنى، ولكن الى الان لم يعلن مصير هؤلاء الجنى، وهل تم محاكمتهم، ماذا وضعهم القانوني، اين هم موجودين اساسا. كثير من هذه القضايا السابقه لم نرى لها يعني وجود اساسا حتى نبني عليها ما هو بالحاله التي شاهدناها في البنك اليوم. نتمنى ان يكون القضيه ربما لظروف التحقيق علاقه بذلك، حتى الان لم تظهر صور للمتهمين. سننتظر ما ستكشفه الايام القادمه اذا كان هناك مؤتمر صحفي وكشف لما تم في التحقيقات. نعم، المؤسسة الأمنية في عدن أعلنت رسميا أنها قبضت على كل الأفراد تقريبا، ومنتظرون إن شاء الله أن تكون هذه المرة مختلفة. طيب، عن نتيجة التحقيق. ونحن نبحث عن التفاؤل ربما ونبتعد عن التشاؤم في العاصمة المؤقتة عدن. هل يمكن النظر لتحركات المحافظ الأخير عبد العزيز المفلحي والمتعلقة بتطوير أداء الدولة وتحسين الخدمات كمدخل للتفاؤل؟ الجانب التنموي وإعادة الخدمات في عدن للأسف هي مرتبطة بحسابات سياسية، فالمجلس الانتقالي أنا أرى أنه موضوع وضع نفسه أو وضع في ما بين حجرتي رحافة، فهو إن سلم كل المؤسسات التي تم استبعاد أعضائه منها فهو بالتالي ينسحب من الأرض التي هو مسيطر عنها، وبالتالي يسلم الارض والانتصار العسكري للعناصر تحمل مشروع غير المشروع الذي يحمله الحراك الجنوبي له. وان اقر على عدم تسليم هذه المقرات فسيكون موقفه الى درجه انه متصادم مع الاهالي، وسيكون في نظرهم بانه يعرقل التنميه ويعرقل استعاده الخدمات في المدينه. شكرا جزيلا لك صحفي صلاح الصقلدي، كنت معنا من عدن، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل أسامة القطيبي.